بكم مشاهدينا ويوم جديد من لايف كلينيك. النهارده موضوع حلقتنا بتهيالي شيق جدا. يعني ايه الشخصيه السلبيه وايه هي الشخصيه السلبيه وازاي بتاثر الشخصيه السلبيه في حياتنا وفي المحيط اللي حوالينا، اذا كان المحيط اسره، اذا كان المحيط شغل عمل. هنشوف يعني ايه شخصيه سلبيه اصلا. اللي مع الدكتور منورنا النهارده الدكتور احمد مهران الشريف، استشاري العلاج النفسي واستشاري الصحة النفسية وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بيك، إزاي؟ يعني إيه شخصية سلبية؟ بص يا ست، عارفة لما تلاقي حد وأنت بتتكلمي كده يسمع منك وما يردش عليكي، ولما يلاقي حد بيتكلم عنك وحش ما يردش غيرتك، عارفة لما تلاقي حد ما دخلش نفسه في أي مشاكل وما يعملش أي صراعات مع أي حد، عارفة لما تلاقي حد يبقى تاهي وداهي وقاعد ما بيعملش حاجة، لما تلاقي حد ما بينفعش نفسه ولا ناس، لما تلاقي حد ما بيفكرش ان هو ازاي يفيد غيره ولا يفيد اللي حواليه ولا يفيد نفسه قبلهم، هو ده النيجاتيف بيرسوناليتي. الشخص السلبي هو شخص هلامي ملوش وجود، كلامه فلسفي، لما تاخد رايه في حاجه يفضل يلت ويعجل وما يقولكيش حاجه مفيده، سلوكه غير مفهوم، دايما بيقعد يعمل حاجات غير مدروسه مع الناس اللي حواليه، ما عندوش احساس بالمسؤوليه تجاه حد، بتلاقيه مش نافع قوي ان هو يبقى زوج كويس ولا ناجح جدا في ان هو يبقى حد بيشتغل في شغلانه كويسه. شخص دايما كل حركاته وسكناته ما بتأديش لأي بوزيتيفيتي في حياته، الإيجابية منعدمة منه، حد بيفكر في 100,000 حاجة ما بيعملش منهم ولا حاجة، حد من كتر التفكير دماغه بقت مكان رجليه، حد دايما مشدود وقلقان ومتوتر ومتاخد، مهما تعب، مهما تأثر، مهما الناس نصحته، ما بيعملش كده أبدا. بس حضرتك بتقول كذا حاجة، بس في ناس مثلا بنقابلها في حياتنا بيبقى فيها الموضوع ده بس مش بالشكل الصريح. ده انا اعرفه ازاي برضه؟ يعني اكيد كل حد فينا بيبقى فيه حته سلبيه، ازاي اعرف ان انا كنفسي ان انا فيا جزء سلبي؟ لما تتعرضي لموقف مؤذي في حياتك بتلاقي ان انت اتعرضتي لشخصين في الموقف ده، شخص اذاكي ايذاء صريح، يعني حد جاب سيرتك، حد اتهمك، حد نم عليكي، حد اغتابك، وشخص سكت عليكي وانت بتعمل معاكي كده، يعني ما ردش غيبتك، يعني كان موجود وهم بيقولوا عنك كلام مش كويس وما صححوش، يعني كان موجود لما قالوا عندك انك ما كنتيش موجوده في الشغل وما قالش لا ده هي جت بس كانت بره، يعني ما بيقولش حاجه عن الناس ممكن تحفظ لهم مكانتهم. شخص دايما بيؤثر السلامه، ما يحبش المواجهات ولا الدخول في اي صراعات، وتلاقيه دايما واخد جنب ودايما يعني ممكن نقول ان هو شخص انطوائي. مش انطوائي، الانطوائي اسمه افويدنت بيرسوناليتي، يعني حد بيتجنب التعامل مع الناس. اما الشخص السلبي بيتعامل بسلبيه، ما تلاقيليش موقف مؤثر، ما تلاقيلوش اي حاجه مؤثره في اللي حواليه، دايما بيتعرض لمواقف ويحس من خلالها ان هو مش عايز يقع في مشاكل، يقعد يطبطب ويدلع ويلاقي بعض الامور اللي ممكن تعمل له بعض المشاكل وهو مش واخد باله. اي مشكله تحصل لك في حياتك عشان ما تتكررش تاني في حياتك، في 5 اشخاص اوعي تنسيهم طول حياتك. مين بقى؟ عدي ورايا. ماشي. ابن اللحظه، وده الشخص اللي كان واقف معاكي وقت ما كنتش كويسه وسابك ومشي اول ما وقعت، ده اسمه ابن اللحظه. ابن اللحظه وابن الاصول ده اللي فضل واقف معاكي دايما لغايه ما قمتي من الكبوه بتاعتك وكان بيساندك ويدعمك. وابن اللئيم ده اللي كان بيتفرج مين في الناس هيقع الاول عشان يشمت فيه ويروح للتاني. لا، ممكن نقول عليه ده شخصيه سلبيه، ده المؤذي، ده السايكوباتي. اوكي. وابن الامعه اللي هو السلبي اللي ما بيعملش حاجه خالص، بيفضل قاعد يتفرج، يطبطب، يدلع في كل الاطراف لغايه ما يشوف الموضوع هيخلص على ايه. وابن اللذينه ده اللي اتسبب في المشكله اصلا. اوكي. الخمسه دول لو حفظتيهم كويس جواكي انت هتعرفي تتعاملي مع كل الشخصيات اللي بتقابلك. قمه المتعه في حياه اي حد انه يكون شخص مقبول، محبوب، مرغوب من كل الناس اللي بتقابله، انك تتكلمي مع حد تقنعيه، تتواصلي مع حد فعلا تعرفي تفكري بنفس الكونسبت بتاعه. الشخص السلبي بيبقى له كونسبت معمول له ديستورشن، يعني بيبقى عنده تشويه لمفاهيمه، فتلاقيه دايما يا الناس تمشي على دماغه يا ما ينفعش يقعد مع الناس. معقوله يبقى مؤثر على الغير؟ يعني الشخصيه السلبيه حضرتك قلت في الاول انها ما بتاثرش على الغير. لا طبعا بتاثر. بتاثر؟ بتاثر جدا، لان السلبيه معديه زي ما الايجابيه معديه. جربت مره انك تدخلي مكان فاضي في اكتر من حد حاضر انت ما تعرفيهمش، محاضره، ميتنج، كونفرنس، عزا، فرح، وتلاقي اكتر من كرسي موجود، من غير ما تحسي بتروحي تقعدي في مكان معين، بعد وقت ما بتلاقي ان الشخص اللي انت قعدتي جنبه شبهك، بيفكر زيك،
بيحس بالحاجه زيك، بيحب المحاضر ده. طب زيك. طب ازاي اتجذبني ليه يعني؟ ازاي؟ بعد شويه اقول له ايه ده؟ سبحان الله، ده احنا الاثنين اتجمعنا واخترنا ان احنا نقعد مع بعض واحنا اصلا ما نعرفش بعض. فهو يقول لك اصل الارواح جنود مجنده، ده كلام بيهربوا بيه من احنا عايزين. لا ودي كلمه يعني متهيالي شائعه دلوقتي، وبجد الارواح يعني الشخصيات بتبقى ارواح مجنده، دي فعلا بجد معروفه في بلاد يعني ديت. انا عايزه اتكلم فيها، في الهند بيقولوا كده في كل حته في بس الدنيا. معانا اتصال تليفون، معلش يا دكتور بدون قطع كلامك. الو يا ريهام. الو مساء النور. اتفضلي يا دكتور معاكي. دكتور عرفت مع نفسك، كنت عايز اسال عن حاجه يعني. اتفضلي يا ريهام. دكتور انا عصبيه جدا ومتجوزه وعندي 3 ايام ولسه متجوزه من 5 سنين. وانا بصراحه ما بصحش كده يعني، عندي مشاكل كتير جدا بيني وبين جوزي بس انا مستغرب فيها، ما بستحملوش خالص، ما بستحملش ليه اي كلمه. لو قال لي اي حاجه، لو قال لي بس مش عاجبني بتعصب وبقلب الموضوع، بكبر الموضوع لغايه ما الخناقه تكبر لدرجه ان حصل فينا طلاق مره. سنك كام سنه يا ريهام؟ مشكلتي ان انا عصبيه جدا ومش مش مستحمله حد. سنك كام؟ مدلعه جدا على فكره قبل الجواز. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 27 سنه. 27 وعندك 3 اولاد؟ عندي 3 اولاد. بتشتغلي؟ انا في رابعه جامعه. بتشتغلي؟ لا ما بشتغلش، كنت بشتغل قبل الجواز وقعدت. بس انا مشكلتي كبيرة مع جوزي، ان انا بحبه جدا وبحبه من قبل الجواز كمان وما اقدرش استغنى عنه. طيب هنرد عليك. انا على طول في مشاكل بيني وبينه فرق، مش بفرق، هو انسان محترم جدا واخلاق جدا. ريهام انت عصبيه قوي؟ ايه؟ انت عصبيه قوي؟ جدا يا دكتور، وحتى مع اولادي، حتى بنتي كنت بقطع وكده بس السلوك بسببي، برضه بسببي. بنتي دلوقتي بتاخد كورسات مع دكتور تعديل سلوك بسببي، لان انا على طول عصبيه عليها لدرجه ان هي بقت كمان عنيده بترد وبسببي كل السبب. مش بتستحملي انك تدخلي في اي نقاش وبتعملي مشاكل مع الناس؟ طيب ممكن تتصلي بينا تاني يا ريهام لو عندك اسئله تانيه، وبشكرك. تحب نرد على المكالمات دلوقتي ولا نخليها في نهايه الحلقه؟ لا خلينا نرد اول باول عشان برضه تبقى متابعين. طيب بصي ريهام ده نوع من الناس هتقابليه قليل قوي في حياتك، حد اتجوز بدري، خلف بدري، هتحط في الريسبونسابيلتي بدري. بلس ان هي كانت بتحب الموديل ده، الشخص ده، من قبل اصلا ما تتجوزه. المشاعر عند الست تختلف تماما عن المشاعر عند الراجل. بمعنى الراجل لما بيجي يحب بيحب بعقلانيه شديده، يعني يقول هي دي مناسبه ليا ولا لا، هي دي لو انا اتجوزتها تبقى ريسبونسبل ولا لا، هي دي لو انا اتجوزتها تحمل لي فوق طاقتي ولا لا، وبعدين بياخد الديسيجن وبعدين بيعمل اكشن ان هو يروح يتجوز. الست ممكن لو شافت حد تحبه على طول، اسمها حاجه اسمها الحب من اول نظره. اهو ده. طب ده التفسير العلمي بتاعه ايه؟ يعني؟ لا عند الستات بس. ليه؟ لان الست عندها حاجه اسمها ترانسفيرنس اوف فيلينج، يعني المشاعر بتاعت الستات تبقى شبه الماده اللزجه. الماده اللزجه دي بتدلق مره واحده فبتاخد شكل الموديل اللي اتدلقت عليه. فهي كل المشاعر اللي محوشاها لغايه رابعه جامعه كانت ظهرت لما الشخص ده ظهر، فراحت كل المشاعر تجسدت فيه بالظبط. بس ده بيحصل على مستوى السب كونشس مايند، يعني ما تاخدش بالها بالظبط من عقلها الباطن. فالشخص ده بقى هو الاب والاخ والزوج والحبيب وكل حاجه في الدنيا، في حين ان هو عايز يلعب معاها دور واحد بس، الزوج. الزوج بس. فهي دايما محتاجه ان هو يتكلم معاها وهو مش فاضي، ودايما عايزه ان هي تحكي معاه وهو مش موجود، ودايما عايزه تاخد رايه وهو مش معاها. فمن هنا بتتحول لهايبر تنشن بيرسوناليتي، تبقى مشدوده جدا. لو حد قال لها صباح الخير عايز مني ايه، لو حد قال لها مامي فين الاكل، انت ما بتكتفاش خالص. بس انا بقول يمكن مشكله ريهام، وعندها ميزه كمان حلوه قوي، انها اعترفت انها يعني انها بتخطئ فعلا، يعني انها عصبيه جدا بتنفعل على اولادها كتير. بس خلي بالك ان عصبيه ريهام هنا نتيجه من السبب، يعني ريهام اصلا مش عصبيه. النوع ده من الشخصيات بيبقى في الاصل حاجه اسمها very sensitive personality، يعني شخصيات جداً شديده الحساسيه. بالظبط. لما بتتعرض لضغط وتبقى اندر ستريس وقت طويل بتتحول لهايبر تنشن بيرسوناليتي، فتبدا تتعصب على اللي قدامها وتخسر علاقاتها الاجتماعيه من العصبيه، في حين ان هي بتبقى طيبه جدا. النوع ده من الناس بنعالجه بدون حبايه دواء واحده خالص. وبعدين هي بتقول انا رحت لحد بتاع سلوكيات، مفيش حاجه اسمها كده. لا سلوكيات اللي مش ليها للاطفال، بسبب انها خافت عليهم من كتر ما هي بتشد عليهم وبتتعصب. الاطفال دول في الانفايرمنت اصلا الملخبط، فلازم التركيز يكون عليها هي الاول.
فهي محتاجة تروح لحد بتاع سايكوثيرابي بتاع علاج نفسي ما بيديش أدوية عشان خاطر تقدر يتعمل لها أنجر مانجمنت وتتحكم في نفسها كويس أوي. بس خلاص حلو كده. معنا اتصال تليفوني هدى. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. بس مثلا مشكلتي إن بنتي عندها 22 سنة وهي ما كانت في الثانوية العامة كانت دايما تقعد تمسك شعرة وتقعد تحسس فيها وتقدري بحس بوضع على مسك شعري واحدة حتة يعني مسكة كده. بتشدها يعني يا هدى ولا إيه؟ نعم بتشدها؟ بتشدها. وتقعد فيها تقولي متعتي ان انا لازم احس بالشعره في ايدي. المهم وديتها لدكاتره كتير فما فشلت في كل العلاج بصراحه. وبعدين زائد ان هي في ادويه دكاتره دواء ادويه الادويه دي كانت بتعمل لها بتاثر يعني بتخش تاكل خالص بدات تخس جامد جدا وبتاثر عليها فمنعت الادويه بصراحه. انا مشكلتي ان هي الموضوع ده بتزيد معايا ذاك في قلت لها اديت الحجاب ثم لابسه الحجاب مفيش مشكله عندها خالص. اول ما تقلع الحجاب تبدا في موضوع شعرها تتفرج على التلفزيون تاكل تشرب كده ولو حد فينا لمح لها بتتنرفز وتشعر ويزيد الموضوع اكتر. فانا مش عارفه اعمل في الموضوع ده. عندك اسئله تانية؟ لا لا مش هي نفس السؤال. عندك اسئله لو امكن يا ريت. طيب مدام هدى هي سنها 22 مش كده؟ 22 سنه ماشيه 23. طيب لما بتنتف شعرها بتنتف من قدام هنا ولا من ورا من اخر الشعر؟ من قدام. ولو فرضا غطت شعرها من قدام بتمسكه من ورا هم اي حته من ورا. وزنها اقل جدا كلها على قدام. وزنها اقل جدا. لا مع لو اخذت ادويه وحاجات بتخس لكن ثم في دراسه عندها بتبقى طبعا بتخس مع الدراسه لكن ما بتبقى العلاج بتبقى كويس. ما تعمل لهاش علاج نفسي خالص. خدت ادويه نفسيه بس. لا خدت ادويه بس. خدت ادويه وكده وفي منهم دكاتره ادوني ادويه كانت بتاذيها يعني. طيب هرد عليكي حالا دلوقتي. ميرسي يا فندم شكرا جدا. عندك سؤال ثاني يا هدى؟ شكرا ليكي. بصي هو مبدئيا الدواء ما اسموش علاج نفسي. احنا عندنا المتصدر للامور النفسيه دي نوعين من الناس اما طبيب النفسيه والعصبيه وده اللي بيعالج كل الامراض النفسيه بادويه اوكي او المعالج النفسي وده ما بيديش دواء خالص. بس العلاج النفسي مش ان انا اروح ادردش ولا فضفض بس لا ده بروجرام محدد المده محدد الاهداف محدد المعالم كام سيشن وبنخلص من القصه خالص. اللي عندها ده نوع من انواع الوساوس القهريه الاو سي دي او الاوبسيسيف كومبالسيف ديسوردر بياخد اشكال ثانيه كتير زي التيك ديس اوردر يعني تلاقي واحد هو بيكلمك دايما لازم يعمل لازمه كده بوشه دايما لازم يعمل لازمه بعينه دايما لازم يحك مثلا في كتفه يعمل حركه معينه بايديه دي اسمها تيك ديس اوردر. في نوع تاني من الناس بيجيله هوس نتف الشعر ده نوع من انواع الهوس. يعني ايه هوس؟ يعني حاجه انا ما بقدرش اعملها وانا قاعده سارحه هنا لازم احط ايدي جوه هنا وانت في حته معينه ممكن تتحول لمنطقه بيضه خالص ما فيهاش شعر ابدا. النوع ده من الناس سواء هو عنده هوس نتف الشعر او عنده كم من الوساوس القهريه الاثنين بيتعالجوا من غير ادويه اصلا لان الاثنين بينعكسوا من شخصيه شديده القلق. عشان كده في دليل تشخيص الاضطرابات النفسيه هوس نتف الشعر والوساوس القهريه الاثنين تحت اضطراب القلق العام. فلما بنقلل القلق ده اللي هو الجنرال انكزايتي ديس اوردر لما بنقلل القلق ده ما بيحصلش التيك اللي هي بتشد فيها الشعر خالص. هي مش محتاجه تاخد دواء هي محتاجه يتعمل لها حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. طب ليه دكتور سالتها اذا كانت المنطقه اللي بتشد فيها الشعر من قدام ولا من ورا بتختلف في بتختلف لان هي لو سمبل تكست يعني لو هي حاجه بسيطه خالص ممكن لو لقت شعرها متعري تشتغل فيه لكن لو هي سيفير لما حتى شعرها بيتغطى بتدخل ايدها من جوه من جوه. فعشان كده انا سالتها هل بتعمل من ورا ولا من قدام اوكي. معانا اتصال تليفوني. سلوى. الو الو الو. ايوه سلوى سؤالك ايه؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اكلم الدكتور من فضلك. اتفضلي. اهلا بيك سلوى. انت سامعني يا دكتور؟ اتفضلي. انا عندي 64 سنه وبعدين يعني انا طول عمري انطوائيه حتى وانا صغيره وانا في المدرسه والكليه وكده ما كانش ليا صديقات ولا اصدقاء كتير. دلوقتي ولادي اتجوزوا كلهم وبقالي 10-12 سنه كده قاعده لوحدي. ودلوقتي ما بقيتش متقبله ان اي حد يجي لي ولا يزورني. خلاص اتعودت ان انا بعيش لوحدي ببقى متضايقه جدا ان حد هيجي يزورني وفي نفس الوقت متضايقه من كده يعني مش مبسوطه برضه يعني الواحدة بقت معايا على طول ومتضايقة منها برضو. انا مش عارفة احل المشكلة دي ازاي.
سن حضرتك كام؟ انا عندي مشكله ثانيه خاصه بابني. ابني عنده 35 سنه وما بيحبش يعني يعمل واجباته ناحيه الناس، مثلا عمه يكلمه ما يردش عليه، اي حد من قرايبه ما يعملش، ما يكلمهمش، ما يسالش عليهم، يقول لي انا ماليش دعوه بالناس، انا ليا دعوه بيك انت امي ومراتي وبنتي وخلاص، ما ماليش دعوه بالناس. مفيش مش ماليش عندهم حاجه وما لهمش عندي حاجه. طبعا الموضوع ده عامل مشاكل طبعا مع الناس وكلها، وحتى في مشاكل بينه وبين مراته على طول وكده، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. حاضر، هنقول لحضرتك حال. حضرتك عايز تسألها حاجة تانية؟ لا لا، شكرا لحضرتك يا أستاذ سالو. بصي، هو بالنسبة للموديل بتاع ابنها هو ده النيجاتيف بيرسوناليتي اللي كنا بنتكلم عنه في الأول، إن حد يقولك لا تدعي لي ولا تدعي علي، يا نحلة لتقرصيني ولا عايز عسل منك، أنا هفضل لوحدي محدش له دعوة بي. تمام؟ هي دي النيجاتيفيتي. النيجاتيفيتي دي بتأثر على زوجته بعد كده، إن هي بتحس إن هو مش ريسبونسبل، ما بتحس ان هو شخص مش مسؤول. بالزبط. اي ست في الدنيا اللي بتحتاجه من اي راجل في الوجود ثلاث حاجات: احساس بالمسؤوليه، شعور بالامانه ان هو يبقى مسؤول عنها وامين عليها، واهتمام بيها. الثلاث حاجات دول مش موجودين، هتعمل مشاكل ما بينكم انتوا الاثنين. والنيجاتيف بيرسوناليتي بتاثر على زوجته، النيجاتيفيتي دي، وبتعمل حاجه اسمها النيجاتيف ويف، ممكن نبقى نتكلم عنها بعد كده. انا بخصوص مدام سلوى نفسها، هي ممكن تكون كمان خوفها انها عشان هي مش اجتماعيه وانطوائيه شويه، انها خايفه يكون ابنها اخذ ده منها. هي عندها هي خوف لا من هي ده. هي مش انطوائيه، هي بقت انطوائيه. حاجه كده بتظهر في وقت معين، خصوصا بعد سن ال 55، وبتتجلى قوي بعد ال 65. هي بتقول لك ان هي 64. ده بيظهر بشكل كبير جدا، انك بتبص على حياتك فبتلاقي ان هي كانت قصيره قوي. ياه، كل ده حصل، اتجوزت وخلفت واشتغلت وطلعت معاش وصاحبت وفرقت وجوزي كان موجود ومبقاش موجود، وبتعمل حاله من الديبريست مود، ان تلاقيها بقت متضايقه جدا، لان اكيد زي كل اللي فات ده ما عدى، اللي جاي هيعدي اقصر. عايز اقول لحضرتك انك هنا بتغلطي غلطه كبيره جدا في حق نفسك، وخدي بالك ان كل يوم بيعدي عليكي لازم تكوني مطمئنه ان هو احسن يوم هيعدي عليكي في حياتك، وان كل عمر ليه لذته، وكل سن ليه متعة معينة انت بتعيشيها. قبل كده انت كنت مسؤولة عن بيتك واولادك، مدارسهم ودروسهم ونجاحهم وتفوقهم وكل حاجة هم عملوها حتى بعد ما اتجوزوا. تقدري تقوليلي انت امتى فكرت في نفسك؟ مش هتعرف ترد عليك. اهي جات الفرصة ان انت تعيشي ليك انت بقى، انك تخرجي تتفسحي تنزلي النادي تهتمي بصحتك وتعيشي جزء كبير جدا من نفسك، وتتمتعي بشيء من الانانية. والأنانية مش معناها حب النفس، لا، الأنانية معناها شيء من التقبل، وقليل من الأنانية مفيد لبناء شخصيتك. بس عايزة أقول حضرتك أستاذة سلوى، كتير قوي بيبقوا كده، يعني كتير قوي حتى صغيرين يقول العمر خلاص، يعني احنا من الحالة اللي احنا عايشين فيها والضغط واللود اللي على الإنسان، ما بقاش حاسس ان في جاي حاجة حلوة. ده كتير قوي شعور بيشعر بيه كتير قوي من الناس. الناس اللي بتحس بالحاجات دي عمرها ما هتعيش اي احساس كويس. لما تلاقي حد بيقول لك انا بقالي اسبوع ولا اتنين حاسس انها تحصل لي حادثه والنهارده الصبح حصلت، قولي له انت بقالك اسبوع والتاني بتخطط ان تحصل لك حادثه وحصلت. اللي بيحصل في حياتنا بيحصل الاول في دماغنا، عشان كده احنا في الكورسز اللي بنعملها والنفوس اللي بنشوفها دايما في العياده بندربها ان انت اللي بتصنع حياتك، مش حياتك هي اللي بتصنعك، انت اللي بتخلق الحاجة اللي انت عايز تعيشها، مش هي اللي بتأثر فيك. لو قدرت اتحكم فعلا في ده وسطر البوزيتيفيتي دي لكل حاجة بتحصل حواليا، انا بعيش احسن حياة ممكن. احنا كنا بنتكلم قبل ما الاتصالات تجيلنا عن الحالة الروحانية والاتصال الروحاني بين الاشخاص. ده مش روحاني. امال ايه؟ بص يا ستي، جسمك ده 70% منه سوائل، السبعين في المية بتدور فيهم ذرات صغيرة جدا اسمها الذرات النفسية. الذرات النفسية دي بتطلع عن طريق المسام زي العرق، وبتعمل حواليك حاجة اسمها هالو اوف ليبيدو. يعني ايه ليبيدو؟ كل انسان عنده نوعين من الطاقة، طاقة بدنية اسمها باور، وطاقة نفسية اسمها ليبيدو. الطاقة النفسية دي بتبقى حسب ما انت كونتيها جواك. يعني لو انا شخص نيجاتيف، الطاقة اللي خارجة مني دي بتبقى نيجاتيف. تمام؟ في مجال الفيزيكس الاقطاب المتشابهة بتتنافر، في مجال النفوس الاقطاب المتشابهه بتتجاذب. الهالو اللي خارجه مني دي قطرها من 50 سم ل 500 سم،
يعني لو انا دخلت من الاستوديو من بره وانا شخص بوزيتيف ولقيت حد بوزيتيف قاعد هنا من غير ما احس انا هقعد جنبه حتى لو في اكتر من كام كرسي فاضي. هي دي البوزيتيفيتي، ملهاش علاقه بالروحانيات خالص، ليها علاقه بتركيبه النفوس. بس انا بسال السؤال ده ليه؟ عشان كتير قوي بيقولوا في الهند بيعالجوا امراض وبيعالجوا شخصيات بده، يعني كتير قوي مثلا يعملوا جروب مع بعض ويتفقوا ان هم مثلا حتى لو في بلد تانية ان هم مثلا هيحسوا ببعض في الوقت ده، او الزوجه والزوج ساعات بيبقوا بعيد عن بعض مش في البلاد، يعني مش جوه الهند نفسها، وبيحصل تواصل بينهم. طب ازاي ده؟ بصي، اللي بيحصل في بلاد الهندوز ده حاجه اسمها المديتيشن ثيرابي. والمديتيشن ثيرابي ده احنا بنستخدمه اصلا من الاف السنين عندنا، وحاليا بيعملوا في العيادات. يعني فعلا دي حقيقه؟ يعني طبعا، يعني فعلا بيحصل تواصل بين الزوج والزوجه وان هم يحسوا ببعض ويقعدوا. مش احنا لما بنصلي بيحصل تواصل بيننا وبين ربنا طبعاً. ولما بنقول يا رب ربنا بيحس بينا. هو ده المديتيشن. الكتاب المقدس بيقول ان كنت لا تستطيع محبه من تراه فكيف تدعي محبه الله الذي لا تراه. الله محبه، ده مديتيشن. لذلك انت لو ما مارستيش المديتيشن مالكيش صلاه. الصلاه هي ايه؟ ان انا بلجا بقول له يا رب وانا مطمئن انه سامعني، ده مديتيشن. ان انا بدعي وانا متاكده انه هيعمل ده، ده مديتيشن. ان لو هو اخر الاستجابه فانا شايفه ان ده في خير، ده مديتيشن. لو حد عجز انه يعمل المديتيشن ده لوحده احنا بنعمل له حاجه في العياده اسمها ريلاكسيشن ثيرابي، انه يبقى اهدى، انه يتعلم ازاي يركز في افكاره ومشاعره وانفعالاته ويعمل اللي هو عايزه مع الناس اللي عايزهم بوقت اقل في مجهود اقل. معانا اتصال تليفوني. منى، الو. الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. هسال الدكتور سؤال لو سمحتي. اتفضلي. دكتور، انا بعاني من قلق شديد جدا جدا. يعني مش القلق اللي هو الشوية صغيرة او الصحي او لا، يعني قلقة جدا وبيزيد بالليل لدرجة ان انا مش بعرف استمتع باي نوم خالص يعني. ودائما يعني بفكر في الاشياء السيئة اللي هتحصل قبل ما تكون حصلت يعني. او كل حياتي كويسة بس انا بقعد اطلع القطط الفرصة اللي فيها عشان اشوف حاجة سيئة امسك فيها يعني. تمام، بتقلقي من كل حاجة ولا من حاجة معينة هي اللي بتقلقك؟ لا يعني عندي احساس بعدم الامان. عدم الامان، الخوف من المستقبل، التوتر الدايم، في حاجة سيئة هتحصل. بالظبط. ليس في الامكان افضل مما كان، واكيد اللي حصل كويس مش هيكرر تاني. ايوه، وبعدين لما كل ما السنين بتفوت القلق بيزيد طبعا، والاوقات بتاعت الاكتئاب بتزيد جدا. طيب، بتجيلك انسوميا يعني بالليل يجيلك ارق وما تعرفيش تنامي؟ أيوة. وتقعدي تململي وتقومي كذا مره من السرير؟ طبعا طبعا. مع دخله الشتاء بتكتئبي قوي وتبقي ديبرست وتخافي تنزلي؟ ايوه، بس انا اللي حس ان انا في الشتاء بالعكس ببقى احسن من الصيف. عشان الشتاء مبرر لعدم اختلاطك بالناس؟ لان الشتاء بيبقى بدخل السرير بسرعة. يعني الوقت بيفوت بسرعة، بقول عيب خلصت منه يعني. فكرت انك تلجأي لأي حد متخصص؟ لا. طيب، هرد على حضرتك حالا. وبعدين تقدم العمر بيجيب الاكتئاب. سن حضرتك كام؟ 60. كام؟ 60. 60. حاضر، اوكي، شكرا. اتفضل. يا سيدة منى، انت لسه صغيره، سن ايه ده؟ لسه هتبتدي عمر تاني ان شاء الله. بصي، اللي بتشتكي منه استاذه منى ده حاجه اسمها الجاد او الجنرال انكزايتي ديس اوردر. ده بيبقى حد فضل قلقان فتره طويله، فالقلق ده تحول لتوتر دايم. التوتر المستمر بيدينا احساس بالكآبه، فتلاقيها ان هي بتقلق من كل شيء. لو قلنا لها يلا ننزل دلوقتي عشان نتمشى تحت، لو نزلنا ممكن الاسانسير يحصل فيه مشكله، ولو خرجنا من العماره ممكن يحصل لنا مشاكل واحنا بنركب العربيه، او مش هنلاقي ركنه، او هنتعب، تخلينا هنا احسن. خلينا هنا ليه؟ لان اصعب حاجه ممكن تحصل ان اليوم هيبتدي ياه كل ده، انا هفضل قاعده لوحدي، في حين ان هي ممكن تفضل ان هي قاعده لوحدها. التفكير في الاف الاشياء من غير انجاز اي شيء منها، حاله الخروج من الملل والزهق بشكل مستمر، ان القعدة تضايقها والوقفة تتعبها، لما كتر الكلام يصدحها وقلة الكلام تنرفزها، لما تعيش الحالة وعكسها في نفس الموقف، يبقى هي محتاجة لحد ياخد بايديها من غير ما يديها ادوية.
يخش بيكي يا استاذه منى جواكي وتشوفي نفسك من جوه لاول مره وانت 60 سنه عشان تعيش اللي باقي من حياتك وهي احلى حياه انت ممكن تعيشيها. طب دكتور حضرتك بتتاكلي كتير قوي على بدون ادويه ليه وايه الفرق بين ان الواحد ساعات الدواء يجيب انجاز معاه ولا لا ممكن يعكس معاه ويجيب حاجات ثانيه؟ بص يا ستي اللي بيدي ادويه هم اطباء النفسيه والعصبيه ودول بيتعاملوا مع البرين اللي هو موجود هنا في الدماغ على انه اورجان زي اي اورجان تاني في الجسم، بيشوف ان المخ ده زي القلب زي الكبد زي الكلى وبيبدا يدي بعض الادويه اللي تعلي الهرمونز بتاعته وتنزلها. طيب هل الدواء اللي خلاني نمت حل المشكله اللي منعتني ان انا نمت؟ لا طبعا. طيب بس بتبقى مؤقته يعني اكيد برضو الاستاذه سالو لما كانت بتتكلم بتقول عندها ارق شديد وما بتنامش والموضوع ده اكيد مضايقها فبيزود احساسها بالقلق زياده ولا لا؟ لو هي اخذت منوم مش بتهيالي هيسكن ده ويخليها هاديه؟ طيب برافو عليك. ممكن ياثر بعد كده على الاعصاب. هيعمل ايه؟ هيسكن. طب وبعد ما تصحى من النوم هتقلق تاني هتاخد دواء تاني فتتسكن تاني، يبقى السورس بتاع المشكله ما اتحلش. السورس بتاع المشكله بيحله المعالج النفساني. مين هو المعالج النفساني؟ مش طبيب النفسيه والعصبيه ولا الناس اللي بتدي دورات كده وخلاص. المعالج النفساني هو الحاصل على دكتوراه او اكتر في العلاج النفسي بدون ادويه وحاصل على ترخيص مزاوله مهنه العلاج النفسي من وزاره الصحه. هو ده الشخص الوحيد اللي يقدر يعمل لك بيرسونال مانجمنت من غير ما يديكي دواء. من غير ما يديها دواء. معنا اتصال تليفوني. فاطمه الو. اتفضلي الدكتور سامعك. يا دكتور اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. انا على طول في مشاكل كتير مع جوزي وده بيبقى السبب. انا يعني انا ببقى السبب تمام وعلى طول بكذب يعني كذب كتير او حتى لو حاجه ما تستاهلش الكذب لا انا بكذب عليه وخوفي ان هو يزعق معايا كذب تمام. ومش عارف يعني ممكن اساعد ناس كتير قوي فده بيوديني في داهيه احيانا. من سنك كام سنة؟ عندي 21. عندك ايه يا ولاد؟ ولد واحد. طيب الكذب بتاعك ده بيوقعك في مشاكل؟ كتير قوي قوي قوي. بتكذبي من أول مرة حتى لو هو قال لك مش عاقبك؟ نعم. بتكذبي من أول سؤال حتى لو قال لك مش هعاقبك؟ على طول مش بلحق حتى أقول الصراحة لا لا بلاقي نفسي بكذب. طيب هرد عليكي حالا. حاضر. شكرا. الستات المصريات حلوين قوي يعني بيعترفوا بالحاجه لا طبعا هي معذوره جدا. لو هي شريره وبتكذب استحاله تقولي الكلام ده بالظبط وتبقى صادقه كده. طيب هي ليه بتقول كده؟ بتقول كده لان فعلا هي مش عايزه تعمل ده. طب هي ليه اصلا بتعمله؟ بعض الناس وعندها حاجه اسمها لو سيلف استيم، انخفاض تقدير الذات، ان انا ببقى شايف نفسي دايما قليل فلما اعمل حاجه ويجي مديري انت عملت كده ليه؟ مش انا اللي عملت المبررات اول حاجه لا مش مبرر كذب على طول انكار اعمل دماء لاي حاجه انا عملتها فبنكر لان انا خايف اتعاقب. بالاستمرار بيسموه الكذب الهروبي، ان انا بكذب لان ما عنديش ثقه في نفسي وما عنديش استعداد اتحمل نتيجه اي حاجه انا عملتها سواء كانت كويسه او وحشه. يعني حتى لو قال لها الله الحاجه دي كويسه مين اللي عملها تخاف ليكون بيوقعها فتقول له مش انا برضه. نفس القصه. الناس اللي عندهم لو سيلف استيم دول بيبقى عندهم حاجه اسمها الانستابل مود، الاثنين بيجوا مع بعض. يعني تقديرها لذاتها بيبقى قليل قوي ومزاجها بيبقى متقلب قوي. يعني لازم يبقى عندها ثقه في نفسها تقوي الحته دي. وخدي بالك ان الثقه في نفسها لو مش موجوده اي حاجه ثانيه بتبقى موجوده، هو ده الديفكت الكور بقى. اللي لو كان موجود اي مشاكل حواليه تكسر. ده احنا عايزين يا دكتور حلقات. معانا اتصال تليفوني. سلوى الو. الو سهى. الو يا سهى. الو. ايوه يا سهى سؤالك ايه؟ الو بعد اذنك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامعك. بخصوص بنتي بس، بنتي عندها 15 سنة. بنتي عندها 15 سنة يا دكتور. بقت عصبيه جدا، نيرفس جدا، مش متقبلانا ولا متقبله البيت، علاقتها بباباها بقت سيئه جدا جدا، وصلنا لمرحله انها يعني وجوده مش فارق معاها او عدم وجوده مش فارق معاها. لا بيفرق بيني وبين اخواتي. انا باستمرار انا لقيت اصحابي هم افضل مني. عايزه تنطلق وتخرج لوحدها.
طبعا بحكم سنها وبنوته مش عارفه تخرج لوحدها. بدات مش عارفه شخصيتها بقت جريئه زياده عن اللزوم، ما بقاش بتحس انها بتعمل حاجه غلط او حاجه عيب، شايفه انا مش عيب الناس، انا ليا انا بعمله انا شايفاه صح خلاص، اللي بينه وبين ربنا خلاص انا كده صح. فحاولت معاها كتير بكل الكلام، تقولي انت تتكلمي من هنا بس مع ودني دي وبخرج من ودني الثانيه، كل ما اتكلم على بابا في حاجه تقولي ما تكلمينيش عنه، انا خلاص كده هو بيحب اخواتي انا مش فارق معاه ومش فارق معايا. بقى كده هي اول واحده في اخواتها على علامه حاجات كتيره، اخرها ما فيش الدكتور ده مهدئ محلول. طيب اوكي، هي اول واحده في اخواتها كبيره. طيب بيجي لها نوبات يعني مشاكل صحيه كتير وتروح المستشفى وتعلق تحاليل وحاجات كده؟ استاذه سامعه؟ ايوه ايوه طيب هرد عليكي حالا. طب ماشي اتفضلي. شكرا ليكي يا استاذه. بصي يا ستي، دايما البنت الاولى بيبقى عندها مدلله، يعني دايما بتبقى مدلعه و... انت عماله تتهمي وخلاص. لا انا بلاحظ ان هي بتبقى كده فعلا. انا ليا اخت كبيره كده، هي بيبقى عندها ميل شديد جدا للتواصل مع الاب، وبتحس ان الاب ده هو اهم حاجه في حياتي وهو محور حياتي كلها. لما الاب بيبدا بالتدريج يهتم باخواتها اللي جم بعدها، بتبدا هي تفقد الثقه مش في الاب ده، في العالم اللي حواليها كله. ودي احد العقد اللي بنسميها الكترا كومبلكس، يعني بيبقى عندها عقده اسمها عقده الكترا. ماشي، ده جانب اللي هي التعلق الشديد جدا 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 بالاب. لذلك البنت نقول لها تتجوزي مين؟ هتجوز باب. لا مش هينفع تتجوزي باباكي، بعد شويه يبقى اتجوز واحد شبه بابي. طيب بابي ده مش موجود معايا، يبقى انا خلاص مش عايزه اي حد خالص. طب بابي بيحب حد تاني، يبقى انا مش عايزاه هو شخصيا. ده نمره واحد. نمره اتنين، في وقت المراهقه، المراهقه بتاعت البنات بتبدا من 12 سنه وعند الولاد بتبدا من 13 سنه، البنات بتبدا بدري. ف 15 سنه ده المراهقه المتوسطه، ودي اخطر انواع المراهقه اللي بتمر بيها البنت. في الوقت ده بيحصل لها حاجه اسمها البيرسونال ديفكت، العله الشخصيه، اللي هي ايه؟ انا بس اللي شايفه الصح، وانتوا كلكم مش هتقدروا تفهموني، محدش هيعرف يوصل اللي في دماغي، انتوا اصلا مش حاسين بيا. وده اللي فعلا بتعمل، وتفضل تفكر بشكل كبير جدا لغايه ما تيجي بالليل يحصل لها نوبه اغماء، كرشه نفس، صداع مزمن، يحصل لها مشاكل صحيه كبيره تضطر انها تروح استقبال المستشفيات. وده بيبقى عامل نفسي اكتر؟ طبعا طبعا. ده اسمه سايكوسوماتيك سيمبتومز، الاعراض النفس جسديه. 88% من المشاكل الصحيه اللي الناس بتعيشها، قرحه المعده، الصداع، البواسير، الضغط، السكر، كل ده نفسي. القولون نفسي، مفيش حاجه اسمها قولون عصبي ولا سكر عصبي، ده دكاتره البصمه بيقولوا كده عشان يقول لك اهدى شويه قولونك التهب. ننصحها بايه؟ اولا ما ينفعش نديها اوامر بشكل مباشر لانها عنيده ومتمرده وهترفض اي حاجه احنا بنقولها، ولا ننصحها قدام اخواتها. اللي هتنصحيها بيه هتعمل عكسه. ما ينفعش الكلام ده، نلجا لاحد المتخصصين يحط لنا بلان نعملها واحنا قاعدين في البيت. طب وازاي بابا يهتم بيها وازاي يحسسها انها مميزه عن بقيه اخواتها؟ طب ما هو ده برده هيساعدها في نفسيتها ولا لا؟ في مرحله معينه ممكن وجوده فعلا بيبقى مش فارق معاها، تقول لك ده وجوده زي عدمه معايا. طب دكتور معانا اتصل تليفوني. فاطمه الو، انتوا عاملين حلقه للتليفونات تقريبا. الو الو يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي دكتور سامعك. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا، عليكم السلام. يا دكتور انا دلوقتي انا عندي 58 سنه ما شاء الله، بعاني من مشاكل بيني وبين زوجي لدرجه انا اصلا كنت بالاول احب المرح وما كنتش شايله لها هم، فجأة لقيت المشاكل كترت قوي قوي لدرجة حمل تقيل عليا مش قادرة اشيله. حصل لي نوع من الوحدة، عايزة اقعد لوحدي، مش عايزة اشوف حد، مش قادرة اخدم ولادي. كانت هي صديقة من صديقة عمري، كنا مصاحبين بقالي حوالي 40 سنة، دي توفت، كنت بحكي لها على كل حاجة، لما توفت حصل لي اكتئاب أكتر. قفل عليا يا دكتور، نفسيتي تعبانه جدا 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 لدرجه كل ما تيجي بنتي من شغلها احكي لها في الحاجات متردده سلبيه، واخدش اي خطوه ايجابيه في قدامي، الخطوه اللي تعديني من اللي انا فيه ارجع تاني من الصفر، اعيد تاني
تعبت يا دكتور وتعبت بنتي معايا، مش قادره اخرج من اللي انا فيه، قافله عليا، مش قادره اعمل انت حاجه في بيتي، مش عارفه اخرج اعمل ايه، ما بنامش حاليا رغم ان انا مشهوره ان انا بنام بدري، بس جاي لي قلق لغايه الساعه 1 بالليل مش قادره انام، مش عارفه اعمل ايه دكتور. استاذة فاطمه مين اللي موجود معاكي في البيت؟ قولي اعمل ايه عشان اخرج من اللي انا فيه، نفسيتي تعبانه قوي. ارجوك يا دكتور. مين موجود معايا؟ هو موجود معايا وكاني مش موجود، هو ده اللي تعب لي اعصابي. طيب ملوش كلام معايا خالص، ولا انا ولا بنتي، رايح داخل وخارج ملوش كلام معانا نهائي، هو ده اللي مدمر اعصابي. عمره كام سنه؟ هو سني. حاضر يا فندم. قول لي اعمل ايه يا دكتور وارجوك. حاضر يا فندم. حاضر استاذه فاطمه هنجاوب، بس معلش يا دكتور. ورجعنا لكم بعد فاصل كام يوم في لايف كلينيك، معانا الدكتور احمد مهران، احمد هارون الشريف دكتور. كانت استاذه فاطمه بتقول ان عندها 58 سنه وحاسه ان جوزها مش موجود في حياتها، وحاسه انها تعبه بنتها كتير جدا بسبب المشاكل، وبسبب انها عماله تقول مشاكل كتيره وتقعد تحكي لها، وبتستناها مجرد انها تيجي عشان تقعد تحكي لها. وكمان في حاجه سلبيه حصلت في حياتها، ان ليها الصديقه بتاعتها توفت، فدي حاسه انها عملت فراغ. حضرتك بقى كلمنا نعمل ايه؟ بص يا ستي، بعض الناس بتتخيل او بتفترض، وده افتراض صح جدا، ان المفروض ان انا لما بخلص اعباء كتيره من حياتي، يعني ولادي يكبروا يتجوزوا ابقى انا وزوجي لوحدنا، ان انا هنا هتبقى في فرصه تانية ان انا اعيش حياتي بشكل احسن. بتفاجئ ان الزوج تحول لنيجاتيف بيرسوناليتي، وانه ما بقاش موجود معاها، يقول لها مالكيش دعوه بيا، سيبيني في حالي، انا مش فاضيلك. فبتحس ان هي قضت عمرها ده كله هباء، وهنا بتعمم الايمج دي على كل الناس، بما ان اكتر واحد انا خدمته في حياتي وكنت قريبه منه في حياتي ما بقاش طايق ان هو يقعد معايا اصلا، يبقى كل الناس ما تستاهلش. اي ست بتنتظر من اي راجل قليل من الشهوه وشيء من التقدير وكتير جدا من الاحساس بالمسؤوليه. بس عايز اوضح للناس حاجه بسيطه، الناس دايما بتفرق ما بين الراجل والمراه، وده غلط. اللي يفرق يفرق ما بين الراجل والذكر. ايه ده، معقول هو في فرق؟ اه طبعا. ذكر وانثى دول انواع، اما راجل وست دول صفات. يعني مش كل راجل، كل راجل هو في الاصل ذكر، بس مش كل ذكر يقدر يكون راجل. ايه الفرق بينهم؟ طيب الذكر ده نوع بس، اما الراجل ده مجموعه صفات، اهم ما فيها الريسبونسابيلتي، ان يبقى مسؤول. وتاني اهميتها ان يبقى حنين، وتالت اهميتها ان يبقى امين عليها. وده بيحصل كتير جدا من الرجاله، لازم انت يكون دايما ظالمني وبتقول عليا انا بدي طاقه. لو الراجل ما بيعملش كده يبقى هو مجرد ذكر بس. طيب الست بتستنى من الراجل كل المشاعر دي ليه؟ لان راجل جمعها رجال، اما امراه ملهاش جمع، هي اصلا جمع. اوكي، شفت الكيان ده عامل ازاي؟ فالمساله هنا ان انا بقى منتظر من حد حاجه. طيب وانسى ان انا لقيت ان الحاجه دي ما بقتش موجوده، لازم اعمل شيء من الاكتفاء الذاتي في مشاعري. يعني انا اللي اسعد نفسي بنفسي، وانا اللي اهتم بنفسي وما استناش غيري هو اللي يقدم لي الحاجه. اوكي، هي بتستنى بنتها لما بترجع من الشغل عشان تقعد تكرر لها بقيه اللي حصلت. هي مش في بنتها ولا في اليوم، لا هي زعلانه انها يعني عامله حمل كبير على بنتها. هي حتى بنتها هتلاقي ان هي بعد شويه مش قادره تتكلم معاها. الفكره كلها ان انا بعلق كل امالي على هذا الشخص، انا مستنيه ان انا ابقى فاضيه وان انا اعرف اتعامل معاك، انت ما لقيتش موجود، يبقى بالتالي بعمم الايمج دي، النيجاتيف ايمج، على كل الناس، ان كل حاجه هتبقى زيك كده، مفيش حد يعني هيبقى كويس معايا. معنا اتصال تليفوني يا علا. الو الو يا علا. الو، ايوه سؤالك ايه؟ الو الو، سامعينك يا علا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايزه اسال اسال الدكتور. اتفضلي. دكتور انا بقالي 12 سنه بتعالج من وسواس قهري، وبرده الاعراض موجوده، اللي هي خوف من المرض ومن الموت، وخايفه اروح اكشف عند اي دكتور، ببقى تعبانه وخايفه اروح اكشف. لما بتتعالجي كنت بتاخدي ادويه؟ هو العلاج مهدئات. طيب جات لي ازمه جامده، فالعلاج عمل نتيجه انه هداني شويه، بس الافكار موجوده، الخوف من الموت والمرض والدكاتره وكده.
طيب انت المخاوف اللي عندك انك تجيلك عدوى او يجيلك مرض واحد بس، ولا بتخافي من اي عدوى او اي مرض؟ لا لا، ممكن لو حسيت باي مرض ببقى خايفة، اي مثلا يجيلي اي الم خايفة اروح اكشف، ان الدكتور يقولي مثلا انت عندك حاجة وحشة هموت. طيب كده خايفة اعمل اي كشف. لو سمعت حد بيتكلم قدامك، حد بيكلمك عن اعراض الذبحة، ده انا قلبي وجعني وظهري ابتدى يتعبني، تحس بالاعراض دي؟ طب لو سمعتي حد بيشتكي من مرض معين، تتخيلي ان انت مصابه بنفس المرض ده كمان شويه؟ بس قبل كده لا، ومن غير حاجه، من غير حاجه بحس كده يعني زعلت، جالي قلب في صدري فخايفه اروح اكشف. طيب ارد عليكي حالي. حاضر، شكرا. اتفضل. شكرا ليكي. بصي، هو ده ما بيبقاش نوع من انواع الوساوس القهريه، ما بيبقاش اوبسيسيف بيرسوناليتي ولا اوبسيشن موجود ظاهر بشكل محدد، ولكن دي حاجه اسمها الهايبوكوندرايسيس. الهايبوكوندرايسيس ده اخطر انواع الوساوس، اللي اسمه اضطراب توهم المرض، ان انا كل شويه احس ان انا عندي مرض معين، بعد شويه احس ان انا عندي مرض تاني، بعد شويه ما اطمنش غير لما حد يقول لي لا ده مش المرض ده خالص. يا جماعه، هذه الانواع من الاضطرابات الدواء فيها وسيله وليس غايه. يعني لما هتاخد دواء ده ممكن يساعدك انك تتعالج، لكن مفيش دواء هيعالجك، بدليل ان هي لما بيحصل لها مشكلة كبيرة خدت دواء هديت، طب وبعدين لسه الافكار زي ما هي. الوسواس القهري كل الدراسات والابحاث العلمية في كل العالم اجمعت انه بتعالج بالعلاج CBT. CBT اللي هو Cognitive Behavioral Therapy، ده احد انواع العلاجات النفسية بدون ادوية، وما بياخدش وقت طويل خالص، تلجأ ليه عشان خاطر تتخلص من معاناتها دي. لكن مفيش وساوس قهريه بتتعالج بالشكل ده، كنت اتعالجت خلال 12 سنه فاتت بالظبط. طب نرجع بقى تاني للشخصيه السلبيه. يا حمدان على السلامه. يعني ناجل شويه تليفونات ونسمع بقى الشخصيه السلبيه. لا يعني احنا عايزين نساعد الناس قدر الامكان. طيب تمام. طب بنقول بقى يا ترى بقى لما مثلا يكون شخص سلبي بيبقى ليه مرحله معينه ممكن يتعالج فيها، ممكن يخرج من الطاقة السلبية دي ولا لا؟ أي حاجة في الدنيا في أي مرحلة في الوجود لها علاج. بس المهم إن أنا لو حاولت مع نفسي ومعرفتش عالج روحي، ولو استعنت بحد عادي بابليك كده ومعرفتش عالج روحي، لازم ألجأ لمتخصص يعالجني، وده قمة الأخذ بالأسباب. إزاي؟ تليفونك أي مكان نوعه، لما بيتعب يهنج تستخدميه كتير، بتعملي بيه إيه؟ تروحي بيه التوكيل عشان يفحصوه ويظبطوه ويابديتنج ليه، تاخديه وضعه ايه؟ اكيد كويس جدا. احنا المعالجين النفسيين توكيل البني ادمين. في وقت معين لما تقرري انك تدخلي التوكيل، بيحصل لك حاجه اسمها السايكو ريفريشمنت. انت بتعيشي حياه ثانيه خالص بقى. تخيلي حد بياخدك من ايدك، يدخلك جواكي، تشوفي نفسك لاول مره من جوه. حاجات كتيره جدا الحقيقه بتنبهر بيها، وحاجات اكتر هتتضايقي جدا منها برضه اكيد. الشخص النيجاتيف اللي بيشتكي منه الناس الاقرب ليه، اللي بتعشمه فيه. يا دكتور احمد، ده انا افتكرت ان انت هترد غيبتي لما قالوا مش عارف عن كذا وكذا وكذا. خد بالك ان هو مش هيقدر يعمل كده، لان ثقته بنفسه بتبقى ضعيفه جدا، بيبقى هيزيتيتد، دايما متلخبط، دايما مهزوز. الهيزيتيتد بيرسوناليتي لما تتطور وتقعد وقت طويل، للاسف بتحاول لكونفيوز بيرسونال، بيبقى شخص ملخبط، كل مشاعره متخبطه، تلاقيه بيعمل حاجات كده هستيريه، يعني يزعل قوي، يتقمص قوي، يبعد عن الناس خالص، يقول لك انا زي المدام اللي اتصلت وقالت ابني بيعمل كذا، يقول لك انا مش دعوه بحد، مش عايز حد يبقى ليه دعوه بيا، وهكذا. العله احنا ازاي نتعامل ازاي مع هذا الشخص. بص هقول لك حاجه ممكن تزعل مننا ناس كتير، مش مهم. اللي ما يردش غيبتك ما يستاهلش طيبتك. يعني اي حد مش هيرد غيبتك في عدم وجودك ما يستاهلش طيبتك في وجوده. انتقي الناس اللي هتعرضي عليهم نفسك، والناس اللي هتتعاملي معاهم بشياكتك، الناس اللي انت هتقدريهم والناس اللي هتهتمي بيهم. انتقي انت هتحط اهتمامك وتقديرك لمين. من الصعب جدا نفسيا انك تستمر في تقدير اللي مش بيقدرك، وانك تدافعي عن اللي مش بيدافع عنك، وانك تستميتي في انك تقاتلي علشان خاطر تنقذي حد من مشكله هو ما كلفش خاطره، انه ما يحطكيش انت في مشكله. الشخص ده لازم في وقت معين يحصل له تشك ويفوق
انه كده بيخسر الناس اللي حواليه. لما يلاقي الناس اللي حواليه ابتدت تتجنبه. ليه؟ مش لان انت بتأذي، بس لان انت بتساعد ان الاذى يحصل. مش قلنا في الاول ان اللي بيأذيكي يتساوى مع اللي بتفرج عليك وانت بتأذي؟ حتى في القانون بيسموها جريمة الامتناع. انك امتنعت انك تصد الاذى عن حد معين، عن حد تاني. تمام. معلش معانا اتصال تليفوني. ليلى. الو. الو. ايوه يا ليلى، سؤالك ايه؟ سؤالي ان انا حاسة بالملل الشديد، ودايما عندي احساس ان الدنيا كفاية كده قوي بقى، يعني كتيرة قوي الايام والسنين والشهور، فالزهق الشديد من كل حاجة. سن حضرتك كام سنة يا فندم؟ 45. حضرتك بتشتغلي ولا موجودة في البيت؟ لا في البيت. في عند حضرتك أولاد؟ لا. طيب حاضر. أنا جوزي مات. طيب هرد على حضرتك حالا. شكرا. تفضل. بصي، دي حاجة من ضمن الحاجات الخطيرة جدا اللي ممكن بعض الستات خصوصا تواجهها، الرجالة برضو بتواجهها، بس بتبقى موجودة عند الستات بنسبة 2-1، يعني الضعف. الضعف. بتيجي بعد سن 40، تظهر قوي 45، تتجلى جدا 50 او اكتر. اللي هو احنا عايزين نلف اب كده وما تخلاش تتجلى. اسمها ازمه منتصف العمر. ان انا بحس فجاه ان انا ابتديت اكبر في السن، ابتدت تحصل لي مشاكل في الهرمونز بتاثر على حتى الدوره الشهريه انها تبقى متلخبطه، ابتديت احس ان انا فعلا لوحدي، وابتدى يظهر على وشي شويه حاجات زي التجاعيد، وابتدى المناعه بتاعتي تقل، وبقيت احس ان فعلا دلوقتي انا مش فاضل لي نص العمر اللي انا عشته ده، انا مش فاضل لي حاجه من اللي انا عشتها، وان اللي جاي مش قد اللي راح، وان انا مش هقدر احقق اللي انا عايزاه في حياتي فيما بعد. كل الحاجات اللي بتحصل دي مش مشاعر، دي المفاجاه، ان دي مش احاسيس، دي افكار بنسميها الاوتوماتيك سوت، زي الشلال المتدفق اللي بيفضل ينزل على دماغك وانت مش عارفه تعملي معاه ايه. اول حاجه ما ينفعش ان هي تصدق نفسها خالص، لا، لان في حاجات كتيره جدا هي ما عملتهاش وتقدر تعملها، بس عايزين كل الناس اللي اتصلوا بينا يكونوا متاكدين من الكلام اللي هقوله ده ويحطوه حلقه في قلبهم قبل ودانهم. عقلك متبرمج انه يرجع لورا اساسا، يعني يرجع لزمان، يعني يرجع للسلبي. يرجع للأسوأ. العقل متبرمج انه يرجع للسيء. يعني وانت قاعده في بيتك ما عندكيش اي مشاكل ومبسوطه وفي امان وفي خصوصيه وفي كل حاجه، فجاه تفتكري حاجه حصلت لك ضايقتك فتتضايقي، او تتوقعي حدوث حاجه هتحصل وحشه فتتضايقي. طب هو دلوقتي في حاجه حصلت ضايقتك؟ لا. بس انا اتضايقت لما افتكرت حاجه اتضايق، او توقعت حدوث حاجه هتضايق. عقلي بيطلع برايا يستدعي السلبي او يتوقع الأسوأ، عشان كده بتحصل لي الازمه دي دلوقتي. طب وازاي اخرج منها؟ وازاي مثلا، ده كتير قوي اكيد بيجي لنا التفكير ده، ازاي اخرج منها واقول لا ان شاء الله اللي جاي احسن، او هعمل حاجه احسن؟ ازاي بقى مشكلتنا الكبيره في ايه؟ ان احنا بنصدق الكلام اللي بيجي جوانا، ودي اكبر ازمه احنا بنعيشها. اوعى تصدق نفسك، لان نفسك دي مش انت. يعني ايه؟ هو انت فاكره نفسك واحد؟ انا مجموعه؟ طبعا. البيزك عند الناس ان هم اتنين، انا ونفسي، لكن ممكن اكون الف. انا جاي النهارده عشان اعمل الحلقه، ده واحد. يا اخي هتسيب عيادتك عشان تروح ترد على تليفونات من الناس اللي في العياده اولى، ادي اتنين. طب ده المذيع عماله تقول اسمك غلط، يبقى ما ينفعش تسيب الحلقه وامشي، ده ثلاثه. لا خلاص، انت مش عايز تزعل باقي الكاست، يبقى تكمل الحلقه وتديهم الانرجي اللي هم محتاجينها. اربعه، كل دي انفس موجوده، انت المفروض ما بتسمعش كلام اي منها، لان كلهم في الغالب مش عايزين مصلحتك. فلما تبقي قاعده مع نفسك وتجيلك الاوتوماتيك صوتس دي، اوعي تصدقيها، ده نمره واحد. نمره اثنين، قاوميها. نمرة ثلاثة، ركزي في غيرها، يعني اعملي حاجة تانية. عقلك هيتبرمج اوريدي اول ما تديله الاوردر انك تعملي حاجة تسعدك، انك تكوني مبسوطة في حياتك. يعني بعد كده مش هتجيله بعد كده مش هيجي التفكير الوحش ده تاني ونرجع. هيفضل يجي بس بقدرتها اقل، قدرته على السيطرة عليا هتبقى اقل.
لكن اول ما يجي انا بصدقه، يعني انا حاسس ان انا متضايق، خلاص انا متضايق هفضل عايش بقى ان انا متضايق، ده امر سيء جدا. طبعا تصديقي لنفسي اول ابواب الاضطراب النفسي، اضطراب النفسي طبعا. طب نرجع بقى للشخصيه السلبيه، والشخصيه السلبيه دي بينجح العلاج ليها ولا لا؟ يعني ممكن نقدر نقول ان هو ممكن يبقى في خلال يعني جلسات معينه يبقى شخص كويس جدا ما يبقاش شخص سلبي تاني. اعلى برنامج علاج للامراض النفسيه ما بياخدش عندنا اكتر من 16 جلسه ونبقى قطعنا علاقتنا بيه وما نشوفوش تاني. فتخيلي لما يكون حد نيجاتيف بيرسونال، ده بيتعلم شويه سكيل، بنعمل له حاجه اسمها سوشيال سكيل تريننج، فبننمي المهارات بتاعته انه ازاي يتعامل بيها، بس بيبدا بقى هنا النيجاتيفيتي بتاعته تقل ويبقى شخص بوزيتيف ويبدا ياثر في الناس ويتعامل بيهم بشكل كويس، وكل الناس اللي كانت مقموصه ومتضايقه ان هو نيجاتيف بتبدا تقرب منه تاني. واحنا اتكلمنا عن ازاي ان انا بجذب لنفسي الحاجات البوزيتيف، ودي ممكن نبقى نعمل عنها حلقه تانية، ان انا اجذب ازاي السعاده الروحي، وليه ناس بتتعب قوي في حياتها وما بتنجحش، وليه ناس بتتعب اقل وبتنجح، وليه ناس دايما مبسوطه رغم ان هي بتمر بنفس المشاكل اللي بيمر بيها ناس مكتئبه. لا احنا لازم نعمل حلقه تانية على الموضوع ده بالذات شاء. عشان فعلا بجد حتى لو باقل مجهود نحس ان احنا انجزنا وعملنا اعمال ناجحه. اهو مش هغلط باسم الدكتور احمد هارون الشريف استشاري العلاج النفسي وعضو الجمعيه العلميه للصحه النفسيه، بشكر حضرتك جدا، حضرتك تنورنا.